انا كنت فاكر ان اللي بينا كلام رجاله. احنا مش لسه متفقين ان مالناش دعوه بالبنت دي يا سوني؟ ايوه بس انا جه في دماغي. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ ورا يا سمير انت واخدني ليه على السخان كده يا واش يا واش؟ هو انت قفشت واحد مع واحده في اوضه النوم؟ قفل باب المحل عليكوا ليه يا سوني؟ يا عم البنت صعبت عليا قلت اساعدها يا عم كفرت. صعبت عليك؟ لا فيك الخير يا صاحبي. مش دي البنت الوسخه اللي انت قلت لي ان هي متداس عليها؟ ايه؟ عايز تدوس انت كمان يا سوني ولا ايه؟ مش دي البنت الوسخه؟ بتقول ان انا وسخه؟ ايش حال ما شفتني وانا برمي نفسي قدام عربيه؟ شفت بعينك ان انا شرفي عندي اهم من حياتي؟ هو مش انت اللي جايبني هنا ومعرفني عليه؟ مش صاحبك ده؟ انا وسخه. امال انتوا تبقوا ايه؟ ده انا جيت استنجد بيك ودخلت على موبايلي وشفت كل حاجه عليه. مسكته بس اول الخيط وصاحبك جايبني النهارده عشان يكر بقيته. والله اعلم انتوا متفقين على ايه تاني. مفيش الكلام ده. انا كلمتك امبارح يا سمير فوق الخمسين مره وقلت لك محتاجه لك يا اخي. التاني عايزني اروح له كمان كام ساعه واللي هيرفع الفيديو كله انا مش ناقصه. صاحبك كلمني وقال لي عنده حل. كنت عايز نعمل ايه؟ اللي جات له وجات له. قلت انه صاحبك وعمره ما هيعمل لي حاجه وحشه. بس طلعت غلطان. طلعت وسخ. الله يخرب بيت دماغك يا اخي. البذور اللي جات لنا دي لزهور نادره جدا من جراش في فرنسا. سانتيفوليا روز. انا شغال مع المصنع هنا على تقليل الوقت اللي بتاخده عشان تتعالج بعد ما تتقطف. كويس، هي هتفرق معانا كتير لو عرفت تزرعها هنا. هنحاول على قد ما نقدر. مدام نايف. انا معاك، اتفضل. طبعا كان في مشكله كبيره في نوع السماد المستخدم هنا، فده اثر على الروتش زي ما حضرتك شايفه. فانا طلبت منهم يغيروه، وكمان نقلت اللافندر في حته تانية عشان محتاج تربه اخف من دي شويه.
طيب كويس. أكرم. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك؟ باشمهندس رامز المسؤول عن المشتل، أكرم جوزي. أهلا وسهلا. بورسعيدة. أهلا باشمهندس. إيه الشغل حلو ده؟ والله أنا مبتدي بقالي شهر بس مدام نايلة والباشمهندس اللي كان موجود قبل كده عاملين شغل هايل. إن شاء الله نطلع حاجات تعجب حضرتك. إن شاء الله. طب بعد اذنكم انا عندي مقابله مع صاحب الارض اللي جنبنا عشان التوسعات. اتفضل. فرصه سعيده جدا. سعيد. الله يخليك. ايه اللي جابك؟ ايه؟ امشي؟ لا مش قصدي، بس انت ازاي عرفت توصل لهنا؟ عشان تعرفي انا ممكن اوصل لك في اي حته. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا بلبل؟ خش يا حبيبتي. ايه ده؟ يعني يوم ما اجي لك الاقيكي قلب البيت كده؟ ما كلمتيش ام صبري تساعدك ليه؟ مش مستاهله، بيت زي زفت. عادي يا حبيبتي، مش طايقه ريحه التراب الحقيقه. تراب ايه يا بنتي؟ ما الدنيا زي الفل اهي. يا دود في ايه؟ ما تتصرف، هات من الفرن التاني. شغلانتي دي تاخذينيش يا حبيبتي. قولي لي تشربي ايه؟ لا احنا نلملم الدنيا دي الاول وبعدين نشرب. جاي اقعد معاكي شويه هتشقيني. والخاتمه الشريفه ما انت عامله حاجه، خلاص انا هبقى لمه بعدين. بلبله انت في حاجه مضايقاكي؟ لا يا حبيبتي انا زي الفل. انت عامله ايه؟ وعم شوقي كويس؟ الحمد لله. بعت معايا ورق رخصه العربيه يعني لسمير عشان يجدده له يعني زي كل مره. كتر خيره والله بنتعبه معانا. اصل عربيته مش واقفه تحته، بعدين انا خبطت عم جمال ونور مش موجودين. يبقى هما في الشغل عشان كده ما جاش امبارح. هو مين ده اللي ما جاش؟ سمير مش هنا. طيب اسيب لك انت الورق تديهوله ولا ابقى اعدي عليه وقت تاني؟ لما تشريش هم انا هديهوله. طيب ها قولي لي بقى اساعدك في ايه؟ والمصحف ما انت حاطه ايدك في حاجه. خلاص انا حلفت. اقول لك انا هدخل اغير وننزل المصنع. الا الواد ده هيخربها. اقعدي. ما كنتش اعرف ان المكان جميل كده. انتوا لسه هتعملوا توسعات صح؟ طبعا لازم. بحاول ازرع انواع كتيره، عايزه اوصل لحاجه مختلفه بصراحه. تعرف مشكله كل الناس اللي اشتغلت هنا في البيزنس ده انهم دايما كانوا شغالين على سكيل صغير، ما كانوش بيفكروا غير في اللوكال ماركت. عمرهم ما عرفوا يكملوا علشان نفسهم كان دايما بيبقى صغير. بتضحك على ايه؟ اول مره اسمعك بتتكلمي كده. بتكلم ازاي يعني؟ بقالي كتير ما شفتش اللمعه دي في عينيكي. انا عينيا ما بتلمعش كده غير لما ببقى عايزه حاجه قوي، والمكان هنا بيحسسني ان انا بعمل حاجه بحبها. تعال هفرجك حاجه هتعجبك قوي. ايه ده؟ دينا ده ايه ده؟ هابي انيفرسي. اكرم بجد؟ شوفيها. واو اكرم، واو حلو قوي. ثانك يو. على ايه؟ طب حرام عليك، انت ليه ما قلتليش؟ كنت انا كمان اجيب لك هديه. ماليش دعوه، انا عايز الهديه بتاعتي دلوقتي حالا.
ما قلتليش صحيح ايه الاجراءات بتاعت الانيفرسري اللي بيجي في وسط البريك؟ ايا كانت ايا كانت مش مهم، احنا هنقضي اليوم سوا والبريك هيكمل زي ما هو، بس هنعدي النهارده. كنت هتوريني ايه؟ استنى. ده برفيوم جديد انا شغاله عليه. قولي ايه رايك؟ رايي؟ رايي مش مهم خالص، انا ما بفهمش في الحاجات دي. معقولة هعمل سنت مش هيعجبك؟ قولي رايك ما تجاملنيش. حلو قوي. ما فكرتيش تعملي حاجة شرقي مثلا؟ لا الشغل الشرقي صعب قوي، ما بيتعملش من الورود، بيتعمل من أخشاب وحاجات تانية كده. استنى بقى عايزة أوريك حاجة تانية. إيه رأيك؟ تالا؟ أيوه. هي عارفة؟ لا. دي هتنبسط قوي. حلوة؟ جدا. خلاص ده بقى اللوجو الجديد بتاعنا. حلو قوي. طيب. بتكلمي مين؟ بكلم عم سيد عشان يجي ياخدنا. لا لا عم سيد انا مشيته اول ما جيت. قولي لي هنروح فين؟ لا انت قررت تقضي اليوم معايا، خليني انا بقى اقرر هنعمل ايه. انا عارفه ان العادي انك تفكر فيا كده، بس انا والله مش كده. انا رحت للزفت اللي اسمه ايمن ده مره واحده بس، ضحك عليا وقال لي انه عيان وان انا واجب ازوره، رحت. بس والله العظيم ما كررتها، والله ما كررتها. كنا بنحب بعض، أو يعني أنا كنت بحبه، هو لو كان بيحبني ما كانش هيصورني ولا معاه. قصدك لو كان راجل؟ أنت متأكدة إن الفيديو كله مع ابن الكلب ده؟ هو بيقول كده. طب ما هو لو كان معاه الفيديو كان رفعه على النت من زمان. انت كل ده ما رحتلوش، عمل ايه يعني؟ انا كنت مفهمه ان انا ايدي ورجلي متكبسين، بس لما فتحت الموبايل امبارح عرف اني خرجت وكلمني قال لي انت كده بتكذبي عليا ولازم تجي لي بكره. انا والله ما بكذب، انا ما كانش قدامي اي حل تاني. أنا المفروض أروح له الساعة 8، مفيش وقت. أنت قلت لي إن بنت خالتك بتشتغل دكتورة في مستشفى مش كده؟ أه. كلميها دلوقتي حالا قولي إن إحنا هنجي لها. ليه؟ هقول لك بعدين، كلميها وهقول لك. ضحكتي انا اتجنن، امال ضحكتك انت بقى تبقى ايه؟
انت عارفه انا بقالي قد ايه ما غيرتش صورتي على الفيسبوك؟ عارفه طبعا بقالك سنتين ما غيرتش الصوره دي. يا ده انت على كده بقى متابعاني كويس قوي. طب مش هتقولي لي بقى احنا اتقابلنا فين قبل كده؟ الو ازيك؟ الحمد لله كويس. عايز بقى تعرف انا اول مره شفتك فيها كانت امتى؟ يا ريت. طب بص يا سيدي، انا شفتك اول مره من حوالي 12 سنه، بس مش هقولك فين، المفروض انت بقى تفكر شويه. 12 سنه ايه يعني؟ اول مره شفنا بعض فيها كان عندك 11 سنه؟ بس مش بنسى اليوم ده ابدا، لان ده اليوم اللي حبيتك فيه، حب من اول نظره. يعني يمكن عشان كان من 12 سنه، بس لو القيتي نظره عليا دلوقتي يمكن تغيري رايك. لا ولا حاجة بابي. طب هكلمك تاني بعد شوية. أيوة يا سلمى، في إيه؟ في حد يخش على حد كده من غير ما يخبط على الباب؟ حمزة مش راضي يلعبني معاه بالإكس بوكس، وقلت له هقول لك، وقال لي مش مهم، وبص لي بطريقة وحشة كده. طب روحي دلوقتي انزلي العبي على الأيباد، وأنا لما هنزل أبقى أزعق. مش لاقية الأيباد. دوري يا سلمى، أكيد هتلاقيه هنا ولا هنا. والله مش لاقياه. طب تعالى دور معايا. طيب حاضر، تعالي. حمزة اتفضل، لعب اختك معاك. لا، اللعبة دي ما ينفعش يلعبها اتنين، وبعدين هي اصلا ما بتعرفش تلعبها. طب فين الايباد؟ معرفش. على فكرة حمزة هو اللي بيضيع الايباد كل مرة. ممكن موبايلك 5 minutes بس يا بابي؟ لا طبعا مش ممكن، امال جايب الايباد ليه؟ ما انا قلت لك مش لاقيه، انا العب بايه دلوقتي يعني؟ حمزة غير اللعبة دي دلوقتي لو سمحت، ولعب اختك معاك، والا والله العظيم اشيل الاكس بوكس ده من هنا خالص. اتفضل. حاضر، تعال يا ستي. انا عمري ما هغير رايي فيك، انت مش عارف انت ايه بالنسبه لي. انا اسف جدا ما عرفتش ارد عليكي، عشان كان بس معايا تليفون مهم. الو. ايوه، لا مكالمه شغل. ما انا في حاجات كده في الشغل ما حدش عارف يعملها غيري. فالمهم هسيبك انت. انت عامله ايه؟ مافي. مامي ازيكم؟ بابي فين؟ في الجنينه. ايه ده، انت جيتي امتى؟ ما انا لسه داخله اهو. اصلك اتاخرت يعني شويه. اصلي وقفت عند السوبر ماركت، فضلت بتاع نص ساعه واقفه عند الكاشير عشان بس اعرف احاسب. صحابي بتوع الجامعه عاملين ريونيون، تخيل ان في ناس بقالي قد ايه. انا متخرجه امتى؟ فوق ال 15 سنه ما شفتهمش. هي سنين بتعدي كده ازاي؟ انا مش فاهمه. مش عارف الايفنت بتاع ايه. نص ساعة دلوقتي معمول وسبعين واحد جوه. ده ألبس له فورمال ولا ألبس له كاجوال؟ إيه رأيك ناخد الولاد معانا ولا نسيبهم؟ لا عادي، ما كنتش مركز يعني. مش مركز في إيه؟ ها؟ الولاد ناخدهم ولا نسيبهم؟ فين؟ الريونيون يا ماجد. آه يعني مش فارقة يعني، زي ما تحب. كده كده هيبقى ويك اند، يعني ما وراناش أي حاجة. طيب. طيب إيه؟ طيب طيب، ربنا يسهل. أنت رايح فين؟ طالع الحمام. طيب ما تنامش عشان هنحضر الأكل دلوقتي.
المكان هنا مش شبه القرى العادية في مصر، ما جبتيش تالا قبل كده؟ لا أنا مستنية تخلص امتحاناتها الأول، عايزة أجيبها هنا عند واحدة ست سويسرية بقالها 40 سنة عايشة هنا، فتحت مدرسة فخار تعلم الأولاد الصغيرين يشتغلوا بإيديهم في الفخار. حلو. ده بقى بيت رامز. رامز مين؟ رامز المهندس اللي قابلته عندي في المشتل. هو عايش هنا؟ بقاله 5 سنين عايش هنا، بعد ما خلص دراسته في برلين راح قعد في القاهرة شوية مرتاحش، فجي بقى واستقر هنا. بس أنا سمعته بيقول إنه بقاله شهر بس. لا هو بقاله شهر معايا في المشتل، بقاله 5 سنين في قرية تونس. حلو الفيو ده أوي. طب ما تيجي ناخد صورة. يلا. صور أنت. تحب تاكل ايه؟ الاوتيل هنا عنده كل حاجة. انت نفسك في ايه؟ اي حاجة اللي انت عاوزه. طب ما تيجي ناكل اكل فلاح، ايه رأيك؟ زي ايه؟ يعني فطير مشلتت، جبنة قديمة. جبنة قديمة؟ اوكي. طيب ماشي. بعتلك الصورة اللي اتصورناها برا. طبعا. ايه ده؟ حلو قوي. بقول لك ايه؟ بصي هي دي الروائح الشرق اللي قلت لك عليها. ما تجربي تعملي حاجه كده. دي قوية قوي، ده مسك. اه. بس ده نوع تشيب قوي، انت جبته منين ده؟ اشتريته من واحد في الإشارة. لا بس الحاجات دي جامدة قوي، انت عارف كمان صعبة قوي تتعمل. يعني المسك بيتجاب من غدة في الغزال. تسلم ايدك، اشيل دول. من فضلك ممكن وايبس؟ شكرا. مش هشيل ترابك. شكرا. تسلم ايدك. تسلم ايدك. يلا. يلا بقى. بسم الله. شكله حلو قوي. انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ ما تاكلش كده. استنى. يلا. مش ده اللي فيه دود؟ لا لا ده مش من غير دود. حلو. ها يا حبيبتي. لا عايزين نفتح نفس بعض على الاكل. ها ده ما بتاكلش كده. لا بتاكل كده عسل. افتحي بقك. يلا. اوكي. سوري يا حبيبتي، خلاص كلي براحتك. مدام هناء بتسأل عن حكم الإسلام في المرأة التي لم تعود أيام الصيام اللي فاتتها من شهر رمضان في سنوات سابقة. عليها أولاً أن تستغفر الله وأن تتوب إليه وأن تصوم ما أفطرته من أيام وأن تطعم عن كل يوم مسكيناً، وربنا يتقبل إن شاء الله. في سؤال من غير اسم، وأنا هحترم رغبة السائلة ومش هقول السؤال، هقول الإجابة على طول. ربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن أي ذنب، أي ذنب
إلا أن يشرك به والعياذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مش بس كده، جاء في الآية الكريمة أيضا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني لو تبنى إلى الله توبة نصوحة لا نعود بعدها إلى الذنب أبدا أبدا. كل ذنب اقترفناه بيتبدل حسنات بإذن الله تعالى. كان يوم حلو قوي. مش عايز تدخل تشوف تالا دلوقتي؟ زمانها نامت. خلاص ممكن بكرة أعدي أتغدى معاك. خلاص طيب، خلاص طيب بكرة تيجي تتغدى معانا إن شاء الله. طيب تصبح على خير. تصبح على خير. سلام. الله يسلمك، وحشتيني يا دوم. ايه الحلاوه دي؟ زي ما انت بقى اخش انا اغير بسرعه ونخرج نسليبريت. هنسليبريت ايه؟ هنسليبريت على العشاء عشان انت بقيتي شريكتي. ايه ده؟ ده يا ستي عقد شراكه ليكي في اداره السنتر موثق من عند المحامي بتاعي خصيصا في القاهره. مش فاهمه ليه يعني؟ عشان مش لازم كده تسافري مصر، تسيبي شغلك في فندق من بكره ونفضل هنا زي ما احنا. عقد شراكة موثق. افتكرتك هتتبسطي. أنا مبسوطة، أنا زي الفل. مش باين عليا ولا إيه؟ لا مش باين عليك يا دينا. بالعكس أنا مبسوطة جدا. هي دي الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصاني يا شريف، عقد شراكة وموثق عند محامي كمان. هو ده اللي أنا كنت بحلم بيه بالظبط. هو أنا ليه كل ما بعمل لك حاجة حلوة بتضايقيني؟ خالص، أنا كنت مستنية اللحظة دي من زمان. أنت مش فاهم دي أحلى حاجة حصلت لي النهاردة. تصدق أنا عايزة أنام علشان مفيش حاجة تبوظ اللحظة الجميلة دي. يلا مناديل نعناع، اي حاجه لك ايه؟ مناديل نعناع، مناديل نعناع، خلي بقك يا بيه. يلا مناديل نعناع، مناديل نعناع، خلي بقك يا بيه. مناديل نعناع. يلا مناديل نعناع. شكرا يا باشا. يلا مناديل نعناع، حدش ينفعنا تاني. الحمد لله على السلامة يا مستر. ازيك يا دود؟ الحمد لله. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، نورت المحل. ترابيزه الاستاذ يا دود. سواق تؤمر بحاجة؟ عايزك في كلمتين. قوي قوي عينيا. اخلص اللي ورايا واجي لك طوالي.
حاضر. اتجوزيني؟